ارحب بكل اصغان اللي يتابعون قرارات السياحة على الهواء مباشرة من بحيرة سيمان. اليوم 25 ديسمبر من عام 2017 اصطحبنا مجموعة شباب وعائلة من الامارات العربية وقمنا بجولة الى زاكاتور، والآن نحن في بحيرة سيمان. يمكنكم أن تتصلوا بنا على رقمنا الوحيد المنشور مع تقاريرنا. يرجى الاتصال مسبقا بنا قبل الوصول إلى أرمينيا. اتصلوا بنا، نهيئ لكم برنامج سياحي متكامل مع السكن من الاستقبال إلى التوديع. أنتم مع أرارات للسياحة.